جزء متعلق بمنتخبنا. نروح بقى للنادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا بكره مع سيراميكا كليوباترا. النهارده المران الختامي ثم الدخول لمعسكر مغلق، ومباراه بكره حاسمه وفاصله في فكره انك لازم تحافظ على الصداره وتبعد في فرق النقاط عشان تخلص الموضوع بدري بدري. فان شاء الله باذن الله يكون الامور كلها ايجابيه مع النادي الاهلي. طيب مزيدا من التفاصيل والاخبار والمعلومات كالعاده بنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز وفاروق صلاح موفد قناة الأهلي، اللي عنده كل التفاصيل والأخبار واللي جمهور النادي الأهلي مستني يسمع منه كل التطمينات الخاصة بالفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بكرة بإذن الله. فاروق، مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني اكد على كلامك، بالفعل مباراه حاسمه جدا ومهمه جدا، ويعني عنوانك لهذه المباراه وتاكيدك على اهميه هذه المباراه هي بالفعل مباراه مهمه جدا في النادي الاهلي للحفاظ على الصداره وايضا تحقيق الانتصار قبل مواجهه طبعا فريق الوداد بمشيئه الله يوم 4/6 باذن الله، المباراه الاولى لدور النهائي باذن الله. نتمنى التتويج باذن الله للنادي الاهلي خلال هذه المباراتين باذن الله. مباراه الغد هي مباراه الانطباع الاخير يا فاروق. اعتقد يا محمد برضو انا اكد على العنوان، هي بالفعل مباراه الانطباع الاخير. ويخليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر طبعا بعد المباراه الاخيره امام طلائع الجيش استأنف الفريق تدريباته بالامس، كان اكد مع اللاعبين في المحاضره اللي جمعت بينه وبين اللاعبين، قال بالفعل المباراه مهمه جدا وبروفه اخيره وانطباع اخير قبل مواجهه فريق الوداد. لكن الامر المهم جدا يا محمد ان في كلامه وحديثه مع اللاعبين طالب اللاعبين عدم الحديث تماما عن مباراه الوداد، قال لازم نختم المباراه ديت ومباراه سيراميكا، اكد على اهميه هذه المباراه وقال ضروري ان احنا نحقق الانتصار قبل ما نفتح صفحه مباراه الوداد. ومحمد زمان عارف داخل النادي الاهلي احنا كل الامور بنتكلم فيها طبعا بمنتهى الشفافيه بمنتهى الوضوح. مستر مارسيل كولر اشاد يعني بالحديث الوسائل الاعلام الاهلاويه وحديث الجمهور الاهلاوي عن مباراه الوداد ان من بعد مباراه الاهلي والترجي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه مفيش اي حديث يخرج اللعيبه عن مباراه الوداد، الجميع بيركز في الثلاث مباريات. فقال بالامر كده محمد او قال بالكلام ان جمهور النادي الاهلي اجاد التعامل مع هذه المباراه، قال يعني بعض الامر بيختلف عن مباراه اللي كانت امام الترجي، ان بعد الفوز امام الترجي على في مباراه الدور نصف النهائي المباراه الاولى كان هناك حديث ما بين الجماهير عن مين اللي هيواجه النادي الاهلي في المباراه النهائيه قبل ما الاهلي يخلص مباراته الثانيه امام الترجي. قال التعامل اختلف، كان فيه هدوء من الجماهير انعكس على اللاعبين في الملعب في تعاملهم مع مباراه انبي مباراه طلائع الجيش، قال كان فيه هدوء مهم جدا من وسائل الاعلام في كل مكان، محدش كان بيتكلم على مباراه الاهلي والوداد، الجميع بيركز في هذه الثلاث مباريات اللي طبعا حقق فيهم الاهلي انتصار على انبي على طلائع الجيش. وان شاء الله من المنتظر باذن الله ان فريق النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الانتصار غدا على فريق سيراميكا. اكد مستر مارسيل كولر على اهميه هذه المباراه، مهم جدا قبل ما اروح لمباراه النهائي امام الوداد ان انا احقق انتصار يسيب انطباع كويس جدا عن حاله الفريق امام الجماهير وامام الخصم اللي هو فريق الوداد. يعني محمد برضو عشان اكون صريح معاك، في اكتر من جهه يا محمد احنا اتكلم مستر مارسيل كولر والنواحي الفنيه، لكن في افراد طبعا بتقوم بدورها والاستعداد لمباراه الوداد، ياسين المكاري اللي بيجهز الوحيد اللي تقدر تقول هو بيجهز الامور الخاصه بمباراه الوداد ومباريات الوداد، الجانب الاداري انت عارف طبعا الكابتن سمير عدلي والتنسيق ايضا من مجلس اداره النادي الاهلي. تمام يا فاروق. الجهات المسؤوله من اجل دخول الجماهير من اجل طيب. دخول الجماهير باذن الله لهذه المباراه. طيب عايز اروح بيك بقى الجزئيه الثانيه، الساعه دلوقتي 5:30 ويبدو كده عندك ان ملعب التتش لسه الدنيا فاضيه، فهل دلوقتي في محاضره؟ هل التدريب هيتاخر شويه بسبب درجه الحراره عاليه؟ انا بصراحه يعني مشفق عليك، درجه الحراره تتخطى ال 30 35 درجه مئويه فانت واقف في عز الشمس، فطمني كده التمرين هيبقى امتى؟ الشناوي امبارح النادي الاهلي اعلن جاهزيته للفتره اللي جايه، عايز اطمن على مصطفى شوبير ممكن يكون موجود بكره، كل بقى التفاصيل اللي عندك اللي الجمهور مستني يسمع منك كل الجديد. يعني خلينا محمد يعني اخد من النقطه الاخيره نقطه محمد الشناوي، خليني من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي اكد لك
جاهزية محمد الشناوي إن شاء الله لمباراة الوداد. بأكد لك إن محمد الشناوي إن شاء الله هيكون حامي عرين النادي الأهلي، وجاهزية محمد الشناوي لمباراة الأولى أمام فريق الوداد. تعرف طبعا إن محمد الشناوي كان بيغيب عن مباراة الدوري أيضا للإيقاف، سواء مباراة الإنبي طلائع الجيش أو أيضا في مباراة سيراميكا، لكن خليني أكد لك بالفعل على جاهزية محمد الشناوي. محمد الشناوي بإذن الله هيكون حارس مرمى النادي الأهلي أمام الوداد، سواء في مباراة الذهاب بمشيئة الله أو مباراة الإياب، وإن شاء الله يعود الشناوي وهو يحمل كأس البطولة مع لاعبي النادي الأهلي. عايز أكلمك أيضا على حرارة الجو، بالفعل محمد درجة حرارة الجو عالية جدا، لذلك مستر مارسيل كولر فضل إن يكون تدريب الفريق هيكون الساعة 7، هيكون طبعا في محاضرة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين من الساعة 7 للساعة 7:30، ثم بداية التدريب هتكون في تمام الساعة 7:30. هيأدي طبعا الفريق تدريبه الأخير قبل الدخول في معسكر استعدادا طبعا لمواجهة سيراميكا، اللي خليني بأكد على نفس الكلام إنها مباراة صعبة جدا، ومباراة إن شاء الله لعيب النادي الأهلي يظهروا فيها بشخصية النادي الأهلي، وتكون محطة من المحطات المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي نحو بطولة الدوري. اكيد. طيب برضو باكد لك ايضا يا محمد برضو على مصطفى شوبير، باكد لك على مصطفى شوبير بالفعل. مصطفى شوبير باكد لك جاهزيته طبعا لمباراه السيراميكا باذن الله، تعرف جرح قطعي، ولكن باكد لك جاهزيته طبعا مع وجود طبعا مصطفى مخلوف وحازم جمال حراس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا يا محمد انت برضو عارف نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي في افريقيا هو مقيد 4 حراس مرمى، سواء الكابتن محمد الشناوي، كابتن علي لطفي، كابتن مصطفى شوبير، كابتن حمزه علاء، الاربع حراس. طبعا البعض الجماهير كانت بتقول مصطفى مخلوف او حازم جمال معذره، تعرف ان الاثنين طبعا غير مقيدين مع النادي الاهلي في افريقيا، لكن خلينا اكد لك على جاهزيه مصطفى شوبير بمشيئه الله لمباراه سيراميكا غدا باذن الله. بيرستاو كل الامور كويسه؟ باكد لك بيرستاو، سواء بيرستاو وحسين الشحات، علي معلول، كافه اللاعبين. طبعا في بعض الاخبار او الاقاويل طبعا بتتردد عن اصابات لبعض اللاعبين للنادي الاهلي، لكن زي ما احنا متعودين يا محمد لن يتم الحديث عن اي اصابات قبل الاعلان رسميا من قبل النادي الاهلي. طبعا يا محمد احنا انت عارف ان كلنا بنسمع كلام كتير جدا، بنسمع عن بعض الاصابات لبعض اللاعبين، ما اقدرش ان انا احسم لك الامر ده، اللي انت عارف ان الامر ده من خلال النادي الاهلي، من خلال اداره الاعلام في النادي الاهلي، هيتم طبعا الحديث في هذه الامور خلال الساعات القادمه لتوضيح كافه الامور باذن الله لكافه جماهير النادي الاهلي باذن الله. فاروق صلاح مفضل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره.